من أعظم نعم الله على الإنسان الأخوة في الله. وقد كان السلف الصالح يحرصون على الأخوة في الله وعلى دوامها، وهذا باب عظيم وأهم المقومات أن تكون الأخوة في الله وأن تكون لله، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فينبغي أن نحرص على أن تكون أخوتنا في الله ولله. ومن مقوماتها أن تحرص على الصديق المتمسك بالكتاب والسنة الذي يدعوك إلى الاستقامة ويحذرك من الشهوات والشبهات، فإنه لا خير في صديق يدعوك إلى الشهوات أو صديق يلقي الشبهات في قلبك، بل هذان إياك أن تجالسهما وإياك أن تصادقهما، بل فر منهما فرارك من الأسد. فإذا جعلت صداقتك في الله ولله، وحرصت على صداقة من يقربك إلى الله ويبعدك عن معاصي الله ويلزم معك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الصداقة الناجحة النافعة الباقية التي تستمر في الدنيا وتنفع وتستمر في الآخرة، والله أعلم.